قدمت جائزة نوبل للطب للأمريكيين ويليام كايلين وكريغ سيمنزا والبريطاني بيتر رادكليف، وذلك إثر نجاحهم في اكتشاف عملية تحسس الخلايا وتكيفها مع كمية الأكسجين المتوفرة. وهذا الاكتشاف قد يساهم في مكافحة السرطان وفقر الدم. إذن هبة، يشكل هذا الإعلان عن جائزة نوبل للطب بداية موسم توزيع جوائز نوبل، حيث سيتم الإعلان عن باقي الجوائز في الأيام المقبلة، في حين توقع محللون فوز خبراء بأعمالها حول التهاب المفاصل الروماتويدي واكتشاف أيضا جينة BRCA1 المسؤولة عن شكل وراثي من سرطان الثدي.